الفيديو اللي فات اتكلمت فيه عن السيناريو وعن اختيار وعن القصة او الفكرة ان هي البداية، وبعد كده بنبدأ نروح نعمل السيناريو والحوار واختيار الشخصيات وازاي نعكس الفكرة دي او القصة اللي اتكتبت دي لأحداث درامية. يجي بعد كده بقى الفترة او الاسئلة الكتير اللي بتتسأل لي اللي ليها علاقة بي، يعني ايه انا عايز امثل؟ انا عايز امثل دي يعني انا بعرف انتقي الشخصيات، يعني بعرف اشوف شخصيات كتير جدا في حياتي بس بنتقي منها شخصيات مؤثرة فيها حاجة تستحق العلامة. ليه؟ العمل الدرامي ما بيتمش على كل الناس، يعني مش أي حد عايش حياة طبيعية بيتعمل له عمل درامي، لازم يكون العمل الدرامي ده فيه حاجة مؤثرة، في قصة، في حكاية، وبالتالي الحكاية أو القصة دي بتبقى هي أساس الموضوع. يعني في الأول وفي الآخر لازم تكون الشخصيات دي مؤثرة، ليها تواجد. عشان كده حتى الناس العادية اللي عندهم موهبة التقليد لما بيجي يقلدوا شخصيات مثلا بينقوا الشخصيات اللي ليها تأثير في المجتمع، يعني ليها كلمة كذا. قدرتك على انتقاء الشخصيات وتجسيد الشخصية هو ده معناها انك ممثل، ولازم انك في الاخر تبقى ممثل صادق من جواك، يعني عندك صدق من جواك، عشان ده بيظهر جدا قدام الكاميرا. لو انت بتتكلم في حاجة مش حقيقية او بتحكي في موضوع مش حقيقي الناس مش هتصدقك، ومش هتصدق الكلام اللي بيتقال، وهيفضل طول الوقت عندهم اعتقاد انك مش شاطر، مش قادر توصل لي الاحساس بالحاجات دي كلها. مش هتكلم في حاجات اكاديميه لان ليها ناسها وليها ناس ممكن يدولك كورسات اكاديميه كويسه جدا، لكن اللي اقدر اقول لك انك تابع نفسك كويس وشوف انت بتعرف تنتقي الشخصيات ازاي. يعني لو ركبت مواصلات هتلاقي نفسك ركزت، يعني في مثلا 50 واحد راكب اتوبيس، بس في منهم 2 بس 3 بالكتير ليهم حاجة مؤثرة في شكله، في صوته، في طريقة كلامه، في طريقة مشيته. ده اسمه الكاركتر بروفايل. لو ركزت في حياته هتلاقي ان تاريخه كله قيسه كده، لان لو دردشت معاه، يعني لو جات لك فرصة انك تدردش معاه هتلاقي تاريخه كله وصلك في الاخر ان هي دي الشخصية. ده طريقة كلامه وطريقة تعبيره وطريقة نرفزته وطريقة خوفه. الفكرة هنا انك ازاي تجسد أدائك التمثيلي من خلال الخبرات الكتير اللي انت عمال بتاخدها في الحياة من الاحتكاك مع الأشخاص. كل ما كان الممثل أو الشخص اللي بيجسد الدور ده عنده احتكاك كتير في المجتمع كل ما كان شاطر. لأن في فرق كبير، أنا أسمع الدبانة بقى هي تفضل معانا كده طول التصوير، أنا غصب عني لأن تسترجع تاريخ الشخصية. عشان كده لما يجي حد يقول لك إيه أصل أنا وأنا بمثل بسترجع الشخصية وبعيش الشخصية، هو مش بيأفور، هو بيتكلم بجد. هو لازم يسترجع الشخصية، هو لازم يحس ولو انا مثلا الشخص ده هيتخانق بناء على التاريخ اللي عنده ده. هيتخانق ازاي؟ المخرج هيوجه الممثل يقول له انا عايز الاداء بالطريقه الفلانيه، انا عايز الاداء هنا عالي، انا عايز هنا يكون مشيتك من هنا لهنا كذا. التجسيد بتاع الشخصيه حضرتك بتوريه للمخرج، فالمخرج لو اقتنع بالتجسيد ده انه معبر عن الكاركتر اللي مكتوب في السيناريو هيقول لك تمام جدا، هو ده الشكل اللي هنشتغل عليه. من هنا بتبدا الفكره. على تيك توك عملت فيديو صغير جدا بقول لك فيه اوصف لي فيلم تايتانيك في كلمتين، هي عباره عن سفينه غرقت، هو دي تايتانيك، عباره عن سفينه راقيه طبعا مش اي سفينه يعني، وغرقت. الشكل الدرامي بقى اللي اتكتب في الشخصيات وان مين هيركب السفينه وان الشخصيات اللي هتركب عامله ازاي والبنت اللي هتحب الولد و و و، حتى لو كانت هي شخصيه حقيقيه لكن دراميا اتكتبت كده عشان الناس لما تدخل الفيلم تتاثر اكتر وتحس اكتر بالفيلم. نرجع بقى لموضوعنا، تعالوا بقى نتكلم عن ترجمه السيناريو اللي اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات. ترجمه السيناريو بالشخصيات بالاحداث بالزمان بالمكان بصوره. صورة يعني أنقل لك الورق اللي مكتوب ده، السيناريو اللي مكتوب ده، الورق ده أنقل لك لصورة مجسمة متحركة بشخصيات. الشخصيات دي هيتم اختيارها، ممكن في ترشيحات من السيناريست، لكن في الآخر الشخص اللي هيبقى مسؤول عن نجاح الفيلم هو المخرج. المخرج ده بقى بيبدأ ياخد الخطوات الباقية اللي هي بتاعت اختيار الشخصيات، اختيار اللوكيشن، المعاينات طبعا اللي هتتم عشان اللوكيشن، اختيار مهندس الديكور أو الارت دايركتور، اختيار الدي أو بي أو مدير التصوير، اختيار المونتير، وده مهم جدا لانه ده في الاخر هو اللي هياخد كل الماتيريال دي ويعمل لها اديت طبعا زي ما المخرج حاطط رؤيه يعني، ويبدا يطلع لك الاديت. المونتاج مش تنفيذ اوامر المخرج، المونتاج دي مرحله مهمه جدا. المونتير لو مش مونتير عنده تالنت وعنده فكره وعنده استيعاب للقصه وقرا السيناريو مش هيطلع لك المونتاج مظبوط زي ما انت متخيل. المونتاج هو مخرج تاني اشتغل على الفيلم. النقطة الأخيرة في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن نقطة مهمة جدا، هو ليه أي حد كل ما بتقابله يقول لك أنا عايز أمثل؟ أنت ليه شايفين التمثيل شيء سهل كده؟ أنا عايز أمثل، التمثيل مش سهل. ولو حد دخل فيه بالواسطة مش هيستمر، لأنه الكاميرا مش بتحب حد بالعافية،
الكاميرا بتنقل مشاعرك وبتنقل احاسيسك بصدق للناس، فاذا ما حسوش ان انت بتتكلم صح وبتعبر عن الكاركتر مظبوط مش هتسيب علامه، هتفضل طول عمرك ممثل بالواسطه، عمرك ما هتبقى ممثل يعني عندك تواجد وعندك كيان. صحيح في كتير جدا وسايط وكوسه كتير اكيد عارفينها، بس مش ده الاساس، مش ده العظم، ومبيبقاش هو ده المين كونسبت اللي لازم تفكر فيه. ما ينفعش، لازم يكون عندك فكر تاني خالص بتشغل عليه، لان هو ده النجاح الحقيقي بتاعك. الفيديو الجاي ان شاء الله هحاول يكون معايا يا اما مونتير نتكلم عن المونتاج، يا اما مدير تصوير نتكلم عن التصوير، يا اما سيناريست نتكلم عن السيناريو بطريقه فيها استفاضه اكتر. اختاروا انتوا عايزين مين واكتبوا لي في الكومنتس، وان شاء الله باذن الله هموفره. شكرا.